أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضحت محكمة العدل الدولية أن قرارها جاء بعد أن رأت أن الأدلة والبراهين التي قدمتها جنوب إفريقيا معقولة. كانت قاضية بمحكمة العدل قد قرأت الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في القضية، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل الخاص برفض الدعوى المقدمة ضدها، وأضافت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة بشأنها. كما أعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة. والمحكمة كذلك رأت أن إسرائيل يجب أن تتخذ الإجراءات لمنع ومعاقبة الإثارة للجميع والدفع لتنفيذ الإبادة الجماعية. والمحكمة كذلك تعتبر أن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات فعالة وفورية لمنع ما يجري وتقديم المساعدة الإنسانية والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين لكي يتمكنوا من العيش. وإسرائيل يجب كذلك أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع تدمير البنية التحتية وتحمي كذلك الأدلة وتمنع تدمير الأدلة التي سوف يتم استخدامها وفقا للمادة رقم 2 في الاتفاقية.